شبابنا هم اللي طوروا العملية الكيميائية، هم اللي صمموا المصنع، وهذا فخر إلنا. ما إجاك والله أريفا ولا ريو تنتو وجاب لك إياها مخبوزة جاهزة. يعني إحنا صار مجتمعات العربية للأسف آخر 60 سنة، ونرجع هنا لموضوع إسرائيل، عيشونا على الاستهلاك، ما في بحث علمي، ما في تطوير، ما في استخدام للعقول، إنه مجرد بس نشتري سيارة وطيارة، وحتى السلاح اللي منحارب فيه كله منتج من برا. إحنا شبابنا عملوا الR&D Research and Development، هم اللي طوروا العملية الكيميائية المعقدة جدا، هم اللي صمموا المصنع وهم اللي بنوه، وهذا ملكنا بالكامل. أريفا لما كانت تدخل معنا شراكة كانت بدها نصف الثروة وكانت بدها نصف الأرباح حتى تعطي النوهاو. فهذا الموضوع علمي تكنولوجي وفخر لشبابنا بالشركة التعدين اللي بدون مساعدة بدون مساعدة، هو الآن الثروة نمتلكها نحن، البيتنت رايتس حقوق الاختراع معنا، التصاميم لنا. لا في أريفا إجت ولا إجت شركة ويستنغ هاوس. هذه بأمانة هي نجاح كبير لعلمائنا وأساتذة الكيميائية صمموها. بذكر مثلا كان عندنا الدكتور حسين لبون، الآن في الدكتور محمد الشناق، في الدكتور النايف من جامعات الأردنية، وجيولوجيين الآن على الأرض بيشتغلوا عمل على مستوى علمي دولي راقي جدا. حلو. فهنا اللي منقوله أنه موضوع اليورانيوم يعني أريفا صارت وراء ظهرنا يعني 12 سنة. لا بس لأنه لتوضيح تلك المرحلة. طب دكتور، ما هي الأسباب الحقيقية لتصفية شركة الكهرباء النووية الأردنية؟ السبب الحقيقي أنه الروس لما كنا نفاوضهم وإحنا وقعنا معهم Project Development Agreement عام 2014، طلبوا قالوا إحنا كنا داخلين معهم عشرت أنه يدخل مستثمر نصف بنصف، طلب أنه نأسس زي ما بقولوا الفيهيكل زي ما بقولوا، لأنه أنت عندك مشروع يورانيوم، أنت عندك مفاعل نووي بحثي، عندك محطة نووية، عندك ما بدهم يكون كل هيئة، إنه هذا مشروع له خصوصيته، لازم يكون له موازنته، لازم يكون له فرقه المتخصصة، مش اللي بيشتغل باليورانيوم بيشتغل. فالروس كان ضمن الـ PDL Project Development إنه يجب أن تنشأ شركة أردنية خاصة هي تكون الأب الروحي للمحطة النووية، وعساس إحنا بعد سنتين هم بيدخلوا على المحطة نفسها، على الشركة، شركة الكهرباء النووية كمستثمر بملك 50%، وهو بحط جزء من رأس المال، وأيضا بيكون هو جالس على مجلس الإدارة. فإحنا أسسنا هاي الشركة بال 2016 17 18، لما التهى المشروع مع الروس، والروس قالوا إحنا عندنا هذا الاتفاقية مع الروس ما عادت قائمة، انتهت.